كان طارق ابن زياد من البربر، وصلاح الدين الأيوبي من الأكراد، ومحمد الفاتح من الأتراك، ويوسف بن تاشفين من الأمازيغ، وقطز من المماليك، وبركة خان من المغول. هؤلاء الأبطال فرقتهم الجنسيات والأعراق وجمعهم الإسلام. كان الإمام البخاري من فارس، والإمام مسلم من نيسابور، وابن ماجه من قزوين، وأبو داود من سجستان، والترمذي من أوزبكستان، والنسائي من تركمانستان. هؤلاء المحدثون أصحاب الصحاح الستة فرقتهم الجنسيات والأعراق وجمعتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم تضع الأمة الإسلام قبل العروبة فستبقى في ذيل الأمم. كانت العرب على العروبة متخلفة أكثر من 1000 عام، فجاءهم الإسلام فرفعهم في عدة أعوام. إن هذا الدين وإن بدأ بالعرب فإنه ليس للعرب من دون الناس، وليس بين الله وبين أحد من خلقه صلة قربى. فأبو لهب الهاشمي في النار، وبلال الحبشي في الجنة، وأبو جهل القرشي في النار، وسلمان الفارسي في الجنة، والوليد ابن المغيرة المخزومي العريق نسبا في النار، وصهيب الرومي في الجنة. القرشيون عريقون نسب، الذين دخلوا النار إنما دخلوها بسوء أعمالهم، والمجاهيل والمساكين الذين دخلوا الجنة إنما دخلوها بحسن أعمالهم بعد أن تغمدتهم رحمة الله تعالى. ولو انتفع أحد بنسب لانتفع أبو لهب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. أن يحب الإنسان أصله وقومه شيء، وأن يعتقد أنه أفضل من الناس بسبب أصله وقومه شيء آخر، فالأولى من المروءة والثانية من الجاهلية.